السلام عليكم يا استاذه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جبت لحضرتك ميار بنتي عشان تكتشفوا ذكائها. ولا يا استاذ احنا بنشرط بيبقى فوت علينا بكره. يا ميار تعالي طنط عايزاكي. دي ميار بنتي اذكى اخواتها. دي امال حاطه طباشير في منخرها ليه؟ سوري بابا. احنا قلنا اسمها ايه؟ سوري دادي. جود جير. بص يا ميار يا حبيبتي انت فشلتي في كل الاختبارات. ولو هصنف ذكائك من واحد لنبغى انت تبقي جاموسة. شوفي يا بنتي ده اخر اختبار عشان نحسم بغبائك. المكعبات اللي قدامك دي اسمها مش ممكن مذهل. بنتك عبقرية يا حاج. مش قلتلك هي بس عندها اراء غريبة شوية. ميار بنتي عندها اراء. لا 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 ده احنا شايلين لها شخصيتها مع اللوز. قولي لي يا ميار طبيا ايه اكتر الم بيصيب الانسان بعد الم الاسنان؟ الم الفراق. طيب على حسب تصنيفات فرويد ايه اصعب الشخصيات في التعامل الاجتماعي؟ برج الجوزاء. فهمت قصدي؟ فهمت. انت شايفه ان بنتي مش بتستخدم المنطق والعلم في التعامل مع مشاكلها اليوميه صح؟ بالظبط كده. طب ما دي كلها صفات برج العقرب. ايه المشكلة؟ السلام عليكم يا حاج. كان يجب ان يكون هناك آلية نقدر نعرف بيها ايه هو الذكاء، وعلى اساس هذا التعريف نقسم بيه الطلبة بتوعنا. هنا ظهر تقريبا اول اختبار اي كيو على ايد العالم الفرنسي الفريد بيني. اول اي كيو تيست كان عبارة عن مجموعة من الاسئلة في الحساب والاستنتاج والذاكرة. الفريد قال ان الاختبار ده خلقته الضرورة، بينما هو كان شايف كده جدارتنا العقلية لا يمكن ان تحددها اي درجات. هنا عزيزي ناتي للسؤال المهم، هل مهارات الاستنتاج والتفكير والحساب اللي بنحلها في الاي كيو تيست وانت بتقدم للشغل كافيه لتحديد الاذكياء، او كافيه ان يتبني عليها نظام تعليمي كامل؟ احساس الاذكياء بذكائهم بيديهم ثقه عاليه تخليهم على يقين ان هم لا يمكن يغلطوا، والنتيجه يا عزيزي ان هم بيغلطوا اكتر. يعني مثلا على حسب الدراسات الاذكياء اميل للمخاطره الماليه والافلاس لانهم بيبالغوا في قدراتهم على التعامل مع المستقبل بشكل ذكي. وفي كتابه The Intelligence Trap Why Smart People Make Dumb Mistakes، العقلانية هي قدرتنا على اننا ناخد قرارات بالمنطق ونحدد الطريق المناسب. اما بقى الذكاء فهو مهارات بتساعدنا على ده. يعني عزيزي العقلانية او الحكمة هي السواق اللي بيسوق العربية، اما الذكاء فهو المحرك الجبار اللي جواها. يعني عزيزي ممكن يبقى عندك اقوى محرك ولكن انت ما بتعرفش تسوق. روبسون بيقول ان الذكاء مش بس غير كافي، وانما ممكن يتحول لفخ يخلينا نختار اختيار غلط.